بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، من آية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. والنشوز هو الارتفاع، ويراد به هنا ارتفاع أحد الزوجين على الآخر وتمنعه من حقوقه التي له عليه. والإعراض معناه عدم الاستقبال وعدم المكالمة مما يجري بين الزوجين. أمر الله جل وعلا بأن يسوى ذلك بالصلح بين الزوجين إن أمكن، وأنه لا حرج على الزوج إذا سمحت زوجته بحقها من العشرة من المبيت، فلا حرج عليه أن يقبل ذلك لأنها أسقطت حقها. ثم قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الشح من طبائع النفوس البشرية، والشح هو شدة الحرص، الشح هو شدة الحرص على أن الإنسان يأخذ ولا يعطي، يأخذ من الناس ولا يعطيهم. هذه طبيعة بشرية، والمفروض العكس، أن الناس يعطي ولا يأخذ من الناس، وإنما يعطي ويجود ويتكرم. فالشح مذموم، والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشح، وهو البخل أو شدة البخل. الشح هو شدة البخل، ولا يتغلب عليه الإنسان إلا بالإيمان الصادق والخلق الكريم، وإلا فمن طبيعة البشر كذا أنها تشح. وأحضرت الأنفس الشح، فهذا فيه تنفير من الشح، وأن الإنسان يتجنبه، خصوصا الزوجان فيما بينهما. كيف يشح أحدهما على الآخر بحقه؟ فإن هذا مما يسيء العشرة بينهما. ثم قال جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا نهي عن الشح وأمر بالصلح بين الزوجين. وإن تصلحوا، هذا أمر عام بالصلح، ولكن سياق الآية بين الزوجين، فيدخل في ذلك دخولا أوليا، لأن سبب النزول يدخل في العموم دخولا أوليا. وإن تصلحوا وتتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أموركم، أو يعلم ما يحصل من الشح وما يحصل من الصلح، فإن
يجازي على كل عمل. ثم قال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. هذا خطاب للأزواج: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. سبق في أول السورة قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لما أباح الله تعدد الزوجات إلى أربع قال: فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فواحدة، يعني اقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم مما يملكه الإنسان من الإماء. والله جل وعلا في أول السورة أوجب العدل وحرم على من يخاف من عدم القيام به أن يعدد النساء، وفي هذه الآية يقول: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع بينهما أن العدل يختلف، العدل المذكور في أول السورة يختلف عن العدل المذكور هنا. فالعدل المذكور في أول السورة هو العدل الذي يستطيعه الزوج، وهو القسمة بين النساء في المبيت وفي النفقة وفي المسكن، فهذا يستطيعه الرجل لا بد أن يعدل فيه ولا يجوز له الجور. قد جاء في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو نازل. هذا وعيد شديد، هذا فيما يستطيعه من العدل، وهو العدل في القسمة، العدل في المبيت، العدل في النفقة، العدل في المسكن، العدل في الكسوة. هذا يستطيعه الرجل ولا يجوز له الحيف فيه. أما العدل المذكور هنا فهو الحب الذي في القلب. لن تستطيع أن تحب زوجاتك على حد سواء، ولن تستطيع أن تعدل بينهن في الشهوة. الشهوة ليست ملكا لك، ولا تستطيع العدل في الشهوة، ولا تستطيع العدل في الحب، هذا لا تؤاخذ عليه. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، والله لا يكلف بالشيء الذي لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا تمل عن المرأة الزوجة التي لا تجد في نفسك ميلا إليها أو محبة لها أو شهوة لها، لا تمل وتحيف مع الأخرى التي تحبها فتعطيها أكثر من حقها وتحرم الأخرى، هذا ظلم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تطلقها ولا تعطيها حقها فتصبح معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، وهذا ظلم نهى الله عنه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.